السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو ديال هذا النهار، كما كتلاحظوا اخر فيديو هو اللي لصقنا فيه التراكز. كما كتعرفوا مني كان بغيو نزوقوا واحد القفطان نص طوق ولا جلابة نص طوق، من الاحسن ما نجمعوا لهاش الجناب ديالها، يعني حتى نزوقوا الهبطة ديالنا عاد نجمعوا ليها الجناب ديالها، باش كيسهل الخدمة على الانسان اللي كيخدم فيها سواء بالماكينة ولا باليد. الا كانت باليد ماشي ضروري، يعني نقدر نخدموها كل شيء وعاد نخدم وعاد نزوقوها، ولكن الا كانت الزواقة بالماكينة يعني من الافضل لنا نخليوها يا حتى نزوقوا البياسة ديالنا وعاد ديك الساعة نجمعوا الجناب ديالنا. غنبداو على بركة الله. كما كتلاحظوا هذا الطوق ديالنا، هذا الطوق بالنسبة لواحد اللي كتلبس متر و30 حتى 45 كنخليو 40 ديال السنتيم في الطوق. أكدوا على هذه المعلومة هذه لأن غادي تحتاجوها يقدر في المستقبل. إذا كانت متر من 130 حتى لذاك 40 45 كنخليو 40 ديال السنتيم بالنسبة للطوق. إذا كانت 50 ولا جلابة الأغلبية ما كتوصلش، كتوصل حدها 50 45 كنخليو داك 42 43، ولكن كما كتلاحظوا معايا هذا قفطان صغير والبنيته صغيرة، أنا ما غادي نخلي لها نخليلها 25 ولا 26 كاع كما كتلاحظوا معايا. غادي نكبر ليها الطوق مزيان وغادي نخلي لها 30 ديال السنتيم، ماشي مشكل على حسب الزواقة، ولكن الا ما كنت غادي ندير فيه شي زواقة من الاحسن نخلي 26 ديال السنتيم، ولكن هذا بما انني غادي ندير فيه واحد السواقة من الاحسن نخلي الطوق كبير شوية. وكنقطعو هنايا كنعلمو من طبيعة الحال بجوج ديال الجهات كنشدوهم في دقة واحدة ونعبرو معبر واحد، وكنقطعو هنايا حتى كنفوتو الحاشية. كما كتلاحظو معايا هادي هي الحاشية ديال التوب، من الاحسن ما نقطعوهاش، كنطيحوها على جوج، وفي نفس الوقت كيخصنا ما نخدموش عليها. يعني لاحظوا معايا دابا هاد الجهه هادي اللي كتكون الفوق غادي نشبوها لبرا، يعني الوجه ديال التوب. كما كتلاحظوا معايا هاد شفتوا الحاشيه محيده، غادي نزومي لكم شويه عليها باش تبان لكم. كما كتلاحظوا معايا الحاشيه ديالنا محيده، يعني هذا هو التوب، هذا الحاشيه هذه البيضيه هذه هي كامله كتسمى الحاشيه ديال التوب. كنحيدوها الا خدمنا عليها، كونوا متاكدين بان الخدمه ديالكم غادي تكون زيرو، لان غادي تعطي لكم التكماش، وهذه هي سبب المشاكل كاملين اللي كتكون داك كتكون البياسه مكمشه بزاف ولا مبهدله ولا حالتها حاله، كتكون بسبب هذه الحاشيه. كاين اللي كيخدم عليها، يعني ما ننصحكمش في اي حاجه لان كتكون مخدومه بواحد الطريقه متقونه بزاف. الا نقولوا هذا هو هذه هي الاساس ديال التوب باش كيبدا يتخدم، يعني الاساس كيكون مخدوم بواحد الطريقه متقونه بزاف. واللي عنده شي معلومه ولا يقدر يفيدنا بها. كما كتلاحظوا قلبنا 30 سنتيم اللي خليت قلبتها لداخل عفوا لبرا. دابا غادي نعبر الفتحه، حتى الفتحه غادي نخليو نفس الشيء. بالنسبه ليا انا الفتحه بحكم انني خليت لها الطول، علاش ما بغيتش ندير ليها، علاش ما بغيتش ندير ليها نعمرها من التحت، لان هذه بنيه صغيره وكما كتعرفوا بغيتها تستغلها يعني اطول مده ممكن، داكشي علاش درت لها العطفه. كما كتلاحظوا هي كتلبس متر و8 سنتيم، الله اعلم الا راني متذكر متر و8 سنتيم، انا خليت ليها تقريبا واحد 10 ديال السنتيم ديال العطفه. غادي نعطفها ووقتاش ما جاها قصر ولا كنزيد لها داك الزياده اللي خليت، داكشي علاش الفتحه خصني نخليها كبيره. غادي نعبر الطول ديالنا شحال فيه،
نتأكدوا من الطول، ما كاين بس يعني الخدمة دائما الأساس ديالها هو العبارات، هما اللي كيأكدوا كل شيء. كما كتلاحظوا متر وعشرين ديال السنتيم، متر وعشرين ديال السنتيم، ولكن هي كتلبس متر وعشرة، كتلبس متر وعشرة، يعني شتو شحال ديال العاطفة؟ تقريبا 10 ديال السنتيم. غادي نحاول إذا كانت غادي تجي العاطفة معيقة ولا عريضة بزاف، غادي ننقص منها، نخلي فيها لا 8 ديال السنتيم. وكما كتلاحظوا معايا 8 ديال السنتيم يعني راه مزيانة، مع المدة نقدر نزيد ليها فيها وتولي تلبسها لمدة طويلة. كما كتلاحظوا دابا هي متر وعشرة، يعني أنا خصني نراعي الفتحة ديالي شحال غادي يبقى، يعني كأن 10 سنتيم ديال الفتح ديال العاطفة، 10 سنتيم ديال العاطفة، كنحيدو 10 سنتيم ديال العاطفة، وعاد كنعبروا الفتحة شحال غادي نخليو فيها. كما كتلاحظوا غادي نخليو فيها 20 ديال السنتيم. بالنسبة لبنية صغيرة، بالنسبة للكبار كنخليو 30 25 40، كل واحدة شحال كتخلي. كما كتلاحظوا دابا بالمجموع كل شيء شحال غادي نلقاو، 30 ديال السنتيم، ولكن وكان عبرت 30 سنتيم وكان عبرت 20 مهنا وجيت حيدت العطفة، غادي تبقى 10 سنتيم ديال الفتحة. داكشي علاش خصكم تحيدوا القياس ديال العطفة بوحدو، وعاد عبروا الفتحة كذلك. غادي نقلبوها اللوجة ديال التوب، لأن حتى هي غادي نديرو فيها السفيفة ديالنا. الفيديو ديال اليوم ما غاديش يكون فيه الخدمة، غادي تكون فيه غير الطريقة ديال النشابة والعبارات. كنتمنى يعجبكم، وما تنساوش كما العادة دعمونا بلايكات ديالكم باش تشجعوني نستمر معكم، ونبقى دائما نمدكم بالمعلومات اللي كنتم محتاجينها، وكنجاوب على جميع الأسئلة اللي كتخليو لي في التعاليق. كما كتلاحظوا وهذه كنقلبوها لداخل، هذه كتنشب لداخل والاخرى كتنشب برا، لان هذه ما غاديش تقطع، غادي تبقى لداخل. داكشي علاش انا فضلت ندير هاد النشابة ديال الحشية، من بعد كنديروا لها واحد الضربات بالمقاس، لان هذه غادي تبقى كما هكا، ما غادي تبدل فيها والو. كنقطعها بالمقاس هكا، اي واحد شوية كنضربها بالمقاس باش كتاتيري لينا ملي كتحدد البياس، كتير يعني كتبان احسن ما الا بقيت هكاك، وما كتعطيناش حتى التكماش ملي كنضربها بالمقاس، بحال كما نقولوا داك الضغط ديالها كنرخفو عليه. كما كتلاحظوا معايا هذا هو الطوق ديالنا، وهذه الفتحة ديالنا. كما كتلاحظوا دابا غادي نمشي الجهة الأخرى باش نوريكم العبار كيفاش كيكون، كيفاش كيجي. كما كتلاحظوا الفيديوهات كيطولوا بزاف، كيكون فيهم مدة طويلة، مع العلم انني يعني ممكن نلخ. كما كتلاحظوا معايا دابا كيجيو بحال هكا، هذه هي الفتيحه ديالنا، وهذا هو الطوق ديالنا. كما كتلاحظوا هذا هو الكول، وهذا هو النص طوق، يعني هنايا غادي تجينا السفيفه ديالنا بحال هاد الديكور هذا، نديرو السفيفه ديالنا ونديرو لها الزواق. وبالنسبه لهذه، هذه كيجي فيها يلا القيطان كما هكا، يعني كنخدمو فيها يلا قيطان واحد، ما كنديرو فيها حتى شي حاجه. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك، وشكرا لكم على المتابعه.